أهلا بيكم، إحنا هنا في هذا المكان الجميل جدا اللي هو اسمه حوش الباشا، مقابر الأسرة المالكة الخاصة بأسرة محمد علي الموجودة في الإمام الشافعي. تقدر تيجي هنا بسهولة. بالمناسبة لو دوست على GPS كتبت مقابر الأسرة المالكة أو حوش الباشا هيطلع لك مكان جميل جدا. وهذا المكان الجميل جدا اللي يعتبر تاني أجمل مقبرة هو تابع لوزارة الآثار، طبعا اللي بنشكرهم جدا على تسهيلهم وجودنا هنا. هذه الوزارة اللي بتهتم بهذا المكان، تقدر تدفع تذكرة 10 جنيه وتدخل تتفرج على هذه المقابر الحلوة والجميلة والرائعة، زي ما كان قبل مننا أسرة محمد علي بيجوا يجيبوا الأجانب ويتفرجوا على مقابرهم، زي ما قالت لنا صوفيا ليمبول في كتابها رسائل سيدة إنجليزية من مصر. وخلينا نتكلم عن قصة النهاردة. قصة النهاردة هي صاحبة هذا القبر زوجة محمد علي، أمينة هانم مصرلي أو مصرلي، واللي هي تعتبر أم أولاده وأهم الشخصيات الموجودة في تاريخ حياته، لأن هي أنجبت له الأولاد الكبار، الخمس أولاد الكبار بتوعه. أمينة هانم طبعا هي بنت علي باشا المشهور بمصرلي، من أهالي قرية مصرلي اللي تابع الدرمة في قولة، ورزق منها محمد علي باشا بخمس أولاد، هم ثلاث أولاد وبنتين، يعني ثلاثة ذكور وبنتين، الأمير إبراهيم باشا، الأمير أحمد طوسون باشا، الأمير إسماعيل كامل باشا. إبراهيم باشا وإسماعيل وطوسون إحنا كنا عملنا حلقات قبل كده، ده يمكن ده قلنا ده هو قبر إسماعيل باشا، إسماعيل باشا، وكلمنا عن الشواهد بتاعت القبور، إن لو فوق يبقى في طربوش يبقى ده شاهد بتاع رجل، وقلنا ان المكتوب بالتركي والاسم بيبقى غالبا في اخر سطر، ثم تاريخ الوفاة بالزمن الهجري. وكلمنا كمان عن الابن الثاني احب ابناء محمد علي الى قلبه اللي هو طوسون باشا، وكل دول ولاد امينة هانم واللي مدفون هنا. ممكن الاوضة دي مظلمة شوية، مش هنعرف نفتح الفلاش، لكن هو الاسم هحاول ان احنا ايه توصل باشا. طيب نرجع تاني لأمينة هانم مصرلي. أمينة هانم كانت سيدة قوية وسيدة محسنة وسيدة لها قيمة وقامة كبيرة جدا في داخل أسرة محمد علي، لدرجة ان محمد علي خلافا لهذا الزمن لما تجوزها لما كانت على ذمته ما رضاش ان هو يتجوز عليها، ما اتجوزش عليها ولا جاب مستولدة، هي الست الوحيدة بس اللي موجودة في حياته، وفضل على كده طول ما هي عايشة. لكن اللي حصل، الموقف والأزمة الكبيرة اللي حصلت ما بينهم، كانت حصلت سنة 1811 لما محمد علي قرر ان هو يتخلص من المماليك. ليه محمد علي قرر ان هو يتخلص من المماليك؟ محمد علي قرر ان هو يتخلص من المماليك لأن المماليك كانوا قوة لا يستهان بها في مصر. صحيح مصر في أول الحكم، يعني في الحقبة دي، كانت تحت الدولة العثمانية، لكن الدولة العثمانية ذات نفسها كانت بتحكم عبر وكلاء، كانت دولة ضعيفة، فالمماليك دول كانوا هم الأساس وهم الأصل في الأمر. ولأن المماليك دول يعني هم شخصيات متصارعين ومتنازعين لطبيعتهم، لأن هم رجال أصلاً بتوع حروب وقتال، فكان دايما في مشاكل، وكان دايما بيحاولوا يطيحوا بمحمد علي وحاولوا يقتلوه كذا مره وتمردوا عليه كذا مره. فانتهى الامر بان هذه السيده العظيمه امينه هانم اللي احنا واقفين قدام قبرها دلوقتي، امينه هانم دي اللي احنا واقفين قدام قبرها، هي اعترضت على مذبحه المماليك بشده. ايه اللي حصل بقى ساعتها؟ اللي حصل ان أمينة هانم محمد علي ما كانش معرف اي حد بمذبحة القلعة او مذبحة المماليك. عمل ايه محمد علي؟ اصر الامر ده لقلة قليلة جدا من المقربين عليه. القلة المقربة دي هي منهم لزغلي باشا المدبر هذا الامر، حتى ان ابن طوسون وكان له دور كبير في المذبحة دي ما كانش عارف ان في مذبحة قلعة هتحصل. طيب ازاي ده حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان امينه هانم ان محمد علي لما قرر يتخلص من المماليك
جابهم عزمهم على وليمه بمناسبه خروج ابنه طوسون باشا في غزوه ضد الوهابيين، وعمل حفله واحتفال كبير جدا، وفعلا بدا الجيش يخرج من القلعه. والمفروض ان هو الجيش يخرج مقدمه في الاول طوسون ومع القاده، وبعد كده المماليك يودعوه، وبعد كده يلتحق بيه بقيه الجند. خرج طوسون وخرج القاده، وبعدين جم المماليك دورهم لقوا الباب بتاع القلعه اتقفل، قلعه صلاح الدين حلقت الباب العزب. جم يرجعوا لقوا الجنود وراهم بيضربوا فيهم وبيقتلوهم. ساعتها عدد من طبعا كانت فوضى، احنا بنتكلم على 400 مملوك تقريبا، ال 400 مملوك دول بيحاولوا ان هم يهربوا من المذبحه، هذه المذبحه البشعه جدا. ففي اثناء هرب هذه ال 400 مملوك دول، بعض منهم قدر ان هو يتدخل يدخل للداخل ويتسلل الى القلعه، وصل لقصر الحريم. فلو امينه هانم سمع دوشة وواقفة بتشوف في ايه، فقال لها بيقتلنا جوزك، بيقتلنا، الحقينا يا ست. فأمينة هانم مش فاعلنا، والتشفع ده طبعا زي ما احنا عارفين في الدين هو فعل مهم جدا لناس كتير، يعني فعل من تشفع في احد يعني ده ثواب كبير. فراحت لمحمد علي قالت له انت بتقتلهم ليه؟ وقف قتلهم. فقال لها لا مش هوقف قتلهم. وقام جاب الناس اللي دخلوا، المماليك اللي دخلوا جوه قصر الحريم، وقام دبح فيهم وكمل تذبيح فيهم وخلص. ساعتها أمينة هانم اتضايقت جدا من جوزها، واعتبرته ان هو شخص دموي وشرير، وقفت ضده بقيت حياته او بقيت حياتها، لان هي ماتت في حياته لمده 13 سنه لغايه ما توفت أمينة هانم سنه 1824. ما كلمتش محمد علي، ما كلمتوش، بمعنى ان هي ما كلمتوش، ما فيش كلمه ما بينهم، مفيش، ما بيناموش مع بعض في جنب بعض على سرير واحد، مش في اوضه واحده، ما بتشوفوش تقريبا. هي موجوده وهو موجود، 13 سنه متجوزين، ما طلقهاش، ما طلقتهوش، ما سابهاش، ما سابتهوش، ولكن ما بيتكلموش كلمه واحده. سكتت امينه هانم عن الكلام لمده 13 سنه. محمد علي احترم رغبتها دي وما اتجوزش عليها. ومجرد ما ماتت سنه 1824 وكان محمد علي ما صدق، فتجوز ستات كتير جدا، اتجوز واحدة تانية، واتجوز وجاب عندهم 13 مستولدة أو أمة، وفي بعض الأخوال إن عدد مستولداته وصل 27 واحدة. محمد علي احترم أمينة واحترم رغبتها واحترم صمتها عن الكلام، وبمجرد ما ماتت اتجوز هذا العدد الضخم. يمكن دي كانت حلقتنا النهاردة من لايف من السرداب، من أمام قبر هذه السيدة العظيمة أمينة هانم مصرلي، زوجة محمد علي التي غضبت منه بسبب مذبحة القلعة. احنا مكملين دي كده الحلقة الرابعة في سلسلة حوش الباشا، وهذه الحلقة الرابعة اللي في سلسلة حوش الباشا بقدمها لكم أنا محمود حسن في برنامج لايف من السرداب. هذا البرنامج اللي بيتكلم عن آثار كتير في مصر مش مشهورة، تقدروا تشوفوا الحلقات اللي فاتت بالدخول على صفحة اليوم السابع الرئيسية، هتدوسوا على كلمة فيديو، وبعدين تنزلوا تحت هتلاقوا سلسلة برامجنا. بعد ما تلاقوا سلسلة برامجنا هتلاقي منهم برنامج السرداب في الحلقات اللي فاتت. أرجوكم تابعوها.